السلام عليكم، اهلا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. صحه فطوركم، صحه رمضانكم. الى العدد رقم 24 من برنامج في التسعين. في هذا العدد سنتحدث طبعا عن المنتخب الجزائري، عن القائمه التي كشف عنها الناخب الوطني بيتكوفيتش الخاصة ب طبعا التربص القادم للمنتخب الوطني والدورة الدولية الودية. رابطة المحترفة، مولودية الجزائر تغرد دوما في الرياضة وريمونتادا كبيرة أمام جمعية الشلف وتألق. طبعا النادي الرياضي القسنطيني الوفاق وعودة الحمراء وكذلك نجم بن عكنون في أسفل الترتيب. كلام أيضا عن رابطة الهوات والكثير من الأخبار والصور في هذا العدد الجديد المتجدد من برنامج في التسعين الذي يحضره دوما جابر نعمون. أهلا مرحبا جابر. السلام عليكم كريم، السلام عليكم الجمهور الرياضي، وصحة فطوركم وصحة رمضانك. وطبعا يحضر معنا أيضا صديقنا ومحللنا أيضا مصطفى مازا. أهلا مرحبا. أهلا بك كريم، جمهورنا الرياضي كريم، السلام عليكم، صحة فطوركم. ثنائية في تحليل ما حدث في الرابطة المحترفة وكالعادة محمد زكريني. أهلا مرحبا محمد في الحالة التحكيمية. أهلا كريم، جمهورنا الرياضي، رمضان مبارك للشعب الجزائري الأبي، للأمة الإسلامية، لكل المسلمين في أنحاء العالم. كثير شوية بزاف ولا شوية ولا بزاف؟ يلا كلنا شوية بزاف، نهضر مليح حتى نركزوا اكثر لانه تسير البرنامج بعد وجبه الافطار ما يسهل. حتى وان قضينا ساعات الان عندنا تقريبا ثلاث ساعات من لا محضرين كما ينبغي يلا الحمد لله على بركه الله مع جينجل الحدث. الناخب الوطني إذن كان حاضرا هنا في الجزائر، أمضى عقده ثم كشف عن الطاقم الفني ثم تنقل إلى ملعب 5 جويلية، حضر مباراة مولودية الجزائر أمام جمعية الشلف، ثم حضر مباراة اتحاد الجزائر أمام شباب الوزداد، ثم كشف عن القائمة المعنية بالتربص القادم. كل هذه التفاصيل في ورقة زميلنا نسمسيا. أيام قليلة بعد تعيينه كمدرب جديد للمنتخب الوطني، بدأ العمل الجدي يظهر على الطاقم الفني لفلاديمير بيتكوفيتش، الذي أعلن عن طاقمه المكون من موراندي دايفيد كمساعد أول. كانت له تجارب مع أندية سويسرية، بينما منحت مهام التكفل بالشأن المحلي من متابعة البطولة الوطنية إلى اكتشاف أسماء محلية قادرة على تقديم الإضافة للجزائريين بالنغيز الذي يعود إلى المنتخب الوطني كمدرب مساعد ثاني. ولأن التحديات القادمة تتطلب تحضيرا بدنيا على أعلى مستوى، كلف الإيطالي باولو رونغوني بالمهام، خاصة وأنه يمتلك سيرة محترمة رفقة نابولي، لازيو وأولمبيك مارسيليا، في وقت عين الجزائري مروان مسعي كمدرب للحراس رفقة نصر الدين بررمة. طاقم جديد تنتظره رهانات كبيرة، خاصة مع قائمة جديدة للمنتخب الوطني حملت عدة مفاجآت وتغييرات، أبرزها غياب القائد محرز رفقة يوسف بليلي وإسلام سليماني، مع عودة المتألق مع الغرافة القطرية ياسين إبراهيمي، إضافة إلى جناح ليون الفرنسي سعيد بن رحمة. قائمة وصفت بالمنطقية نظرا لعدة معايير، منها عامل السن وكذا تألق الأسماء الشابة رفقة أنديتها، على غرار لاعب الوفاق سابقا أحمد قندوسي الذي يقدم موسما كبيرا رفقة ناديه المصري سيراميكا كليوباترا، إضافة إلى العائد ياسين بنزية والذي اختير ضمن التشكيلة المثالية في منافسة اليوروبا ليج بعد تألقه رفقة ناديه كراباغ الأذربيجاني. يكون متوسط سن اللاعبين في القائمة الجديدة 26 عاما، وهذا ما يؤكد سياسة التشبيب التي اتخذها الطاقم الفني، خصوصا مع عودة بدر الدين بوعناني البالغ 19 سنة والوافد الجديد حاج موسى من الدوري البرتغالي ب 22 عاما، وكذا منصف بكرار المتألق في البطولة الأمريكية ب 23 سنة. أسماء ينتظر منها التأكيد في دورة الفيفا الدولية والتي ستقام بالجزائر أواخر الشهر الحالي. دورة دولية ستعرف عدة أرقام تاريخية بين المنتخبات المشاركة،
حيث سيتواجه منتخبنا الوطني مع نظيره البوليفي لأول مرة في منافسة تابعة إلى لوائح الفيفا، على أن تكون خامس مباراة بين المنتخب الجزائري ومنتخب جنوب إفريقيا والأولى من نوعها على ملاعب الجزائر، في حين سيلعب منتخب أندورا لأول مرة خارج القارة الأوروبية. هي معطيات تاريخية وأجواء ينتظر أن تكون مميزة في ملعبي نيلسون مانديلا والتاسع عشر ماي بعنابة، خاصة وأن الناخب الوطني الجديد بدأ باكتشاف سحر الجماهير الجزائرية بعد معاينته مبارتي مولودية الجزائر جمعية أولمبيشلف والدربي العاصمي بين شباب الوزداد واتحاد الجزائر في سهرة رمضانية وأجواء جماهيرية ساهمت بشكل كبير في التسويق للكرة الجزائرية. بيتكوفيتش إذن يكتشف الأجواء، يكتشف التشكيلة، يكتشف المنتخب، ويكتشف أيضا أجواء المنافسة في دورة ودية. مصطفى مازا، أنيس مزيان قدم لنا حوصلة لنشاط الناخب الوطني، ولكن الأبرز في كل هذا هي القائمة التي اختارها، فما هي قراءتك؟ مشكور أنيس على الحوصلة اللي دارها، لأنه تكلم على لخص كل شيء. أكيد 31 لعب، ربما الميزة الأولى هي معدل العمر اللي هو 24 سنة مقارنة بمعدل العمر تاع القوائم اللي سبقت هذه القائمة هذه. على غير العادة كذلك عدة لاعبين معقول في كل المناصب، سواء وسط دفاع ولا حتى الهجوم. مداني، محمد أمين مداني، لاعب اللي تدرج مرة على عدة فرق في محور دفاع، يلعب محور دفاع يساري بالرجل اليسرى، يعني الكرة تخرج من هذا اللعب بسرعة. اللعب كذلك لعب إسطوري، لعب وسط ميدان كذلك اللي ربما هو راح يعود رياض محرز على الجهة اليمنى، هو اللعب قيطان. كذلك قندوسي لأول مرة كذلك في القائمة تاع المنتخب الأول. حاجم موسى بكرار كذلك في الهجوم. أقول لو نشوفه يعني بصفة عامة عدد اللاعبين الجدد اللي في هذه القائمة ما مش كتير، رامور بابا خمسة ولا ست لاعبين. يريد أن يأخذ فكرة أدق على ما هو متواجد وعلى أسماء أخرى. صحيح صحيح يعني. كريم يعني يأخذ يدير حوصلة، يدير تقييم، لأنه أمبو مناجير هو اللي يعرف أول أن يتواصل، هو اللي يعرف كذلك يأخذ المعلومات وكذلك يعني يعمل تقييم ثم يعني يدير يعني الحوصلة على كل هذه المباريات ولا هذه المباراتين اللي هامتين بالنسبة للمنتخب الأول. فعلا جابر بيتكوفيتش بحاجة إلى أن يحتك بلاعبيه، بحاجة إلى أن يلتقي معهم، بحاجة إلى قضاء فترة معهم، بحاجة إلى تجريب البعض أو الأغلبية، بحاجة إلى ضبط الرسم التكتيكي. كيف تقرأ هذه الاختيارات الأولية؟ لأن أول قائمة يقوم بها وليس بالضرورة هذه الأسماء التي سيعتمد عليها في قادم المباريات. نعم، أركز يا كريم على قائمة أولية. أولية. لأنها قائمة أولية بالضبط، قائمة أولية. فيها ثلاث نقاط مهمة: ازدواجية المناصب، لاعبين أو لاعبون متعددو المناصب، والشيء الثالث اللي هو مهم، مزيج بين لاعبي الخبرة ولاعبي الشبان. معدل العمر اللي عطاه الشيخ مازا 24 سنة. لما نتكلم عن الدفاع نجد لاعبي رواق فيه ازدواجية، أيت نوري واحد جام، لاعبي رواق يمين عطال وقيطون، حتى في المحور خمس لاعبين، حتى فيه خمس لاعبين فيه توازن، لاعبين نصاريين اللي هما مداني وبن سبعيني، وثلاث لاعبين يمينيين ماندي توغاي وبالعيد. لما ندخلوا الوسط كاين لاعبين، اربع لاعبين ارتكاز، فيه توازن ايضا في لاعبي الارتكاز، لاعبين يساريين اللي هما بن طالب وبن ناصر، ولاعبين يمينيين اللي هو بوداوي وزروقي. كاين المناصب اللي تم استدعاؤها، المنصب الذي دائما ما نتكلم عنه، لاعبين اللي قبل او يلعبوا وراء المهاجم، اللي هو كاين قويري، كاين ابراهيمي، وكاين شايبي. كاين لاعبين اروقه متعددو المناصب ايضا، عموره وبالرحمه، حاج موسى واللاعب قيطان. هذا اللاعبين، هذه الكلام اللي قلنا، متعددو المناصب وازدواجيه المناصب، كل الظروف وفرت، حتى اللاعب يا كريم لاعب الرابط لو روليور هذاك، وفيه عوار وقندوسي وايضا عبد اللي.
الدلي أيضا عاد للمنتخب. الأكيد هذه اختيارة المدرب الوطني الذي سيتحدث عنها حتما هذا الأحد في الندوة الصحفية التي سينشطها طبعا. وقلت كما قلت إذن هي قائمة أولية لبداية المشوار قبل أن يحدد نهائيا تقريبا الأسماء التي سيركز عليها في قادم الاستحقاقات خاصة في إقصائية كأس العالم. إلى رابطة المحترف الأولى بعد الفاصل. الرابطة المحترف الأولى أهداف غزيرة جدا زكريني. نعم الجولة هذه تنافس الجولة السابقة ثالث أحسن جولة منذ بداية إلى حد الآن لأنه بسكرة وخشنا لم تنتهي بعد المباراة متعادلين الآن إلى حد الساعة لم تنتهي المباراة ولكن سجلت 23 هدف يعني ثالثة إلى حد الآن ثالث أحسن جولة أهداف القمة خطفت كل الأضواء وسجل فيها 9 أهداف نعم. وبتحكيم أيضا رائع جدا ممتاز حكم مونديالي وتحكيم مميز جدا. إلى جينجل لقاء الجولة. لقاء الجولة اخترناه من ملعب 5 جويلية لقاء سجل فيه 9 أهداف كاملة. مولودية الجزائر تجدد العهد مع الانتصارات بعد تعادل في البيض وخسارة في سطيف في أمسية رمضانية قصفت بالثقيل وعلامة استفهام كبيرة بخصوص جمعية تشلف التي تراجعت بشكل رهيب جدا في الشوط الثاني. بلال بناري علق على المباراة. مرفوعة الرأسية الأولى جمال بالعمري وعبد الله وأيوب كلمة أخرى مرفوعة هذه الكرة ويتحدى هاي الإعادة صعد بكيفية ممتازة كان خالي من الرقابة حتى عدادي من حاله بالمليمتر التسديد على المرمى من هذه المسافة طاهر والزكريا وهي ثالثة لصالحي الأولمبي من ركنية عكسية النار إنه الهدف الثاني للأولمبي أنا ما أقول لكم بأن كرة الكرات الثابتة نعم 10 دقائق أضيفت في الشوط الثاني نافية كان فيها توقف هيا 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 يا سلام ما أروع هذا الهدف هدف يصفق له الفريق المنافس قبل أن صارك يا سلام يا بوردين ما أروعك يا بوردين يغير الجناح على الجهة اليمنى من هناك تمر الكرة دائما داخل منطقة يا سلام يا سلام يا للروعة يا له من هدف يقلص النتيجة هاي الرغبة وهاي المحاولة وهاي التسديدة وهو الهدف وهو الهدف وهو الجنون المهم أن الدقائق هذه المتبقية لن تخلو من الإطار راح بايزيد انطلق بايزيد واصل 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 ما هذا هل هي المولودية أم هو البرازيل أم برشلونة أم ريال مدريد لا تريد أن يوقف أحد انطلق الهداف الغزال نعيجي فوقع الثاني وعدل للمولودية 3-3 ما زالت للمولودية يبحث على الجهة اليمنى يتوغل يزيد يرفع يدخل يوزع إنه بايزيد شاهد هذا الإصرار شاهد بوشريط هذا الذي اشترط على بايزيد أن يحولها في الشباك فحولها في الشباك بكيفية ولا أروع كرة لمصلحة الأولمبي داخل منطقة العمليات التغطية عليها وتعود التسديد ما زالت الفرصة لمرزوقي يلعبها يلعبها يا سلام إنه الخامس إنه الخامس لمصلحة المولودية 5 مقايل إعادة من سجل إنه زكريا نعيجي يلعبها مع مرزوقي الذي منح له الأسيست بوشريط ثم مرزوقي ثم زكريا نعيجي ويحاول ضبط الإيقاع شاهد ماذا يفعل شاهد ماذا يمرر لمرزوقي مرزوقي يا مرزوقي يا مرزوقي يا مرزوقي يا مرزوقي شبه إثارة حتى مرزوقي وضع الكرة قتلها بين رجليه وسددها من خارج منطقة العمليات
ممتعة المولودية هذا الموسم، والأجواء رهيبة في ملعب 5 جويلية. المولودية تصل إلى النقطة 43 بفارق 9 نقاط عن النادي الرياضي القسنطيني بناقص مباراة متأخرة أمام نجم بن كنون بهجوم ناري. يا زكريني سجل إلى الحد الآن 41 هدف. المولودية هي الفريق الوحيد اللي سجل 6 أهداف في مباراة واحدة. زكريا نايجي يلتحق بزميله طبعا يوسف بالليلي في وصفة الهدفين بكم؟ بعشرة أهداف إلى حد الآن. جمعية تشلف تدخل منطقة الخطر، تدخل في حسابات البقاء. مشكلة كبيرة في الدفاع يا مصطفى يا مازات. مرحلة العودة 5 مباريات تلقى 12 هدف كامل. جمعية تشلف صراحة حتى في المباراة اللي يفوز بها الجمعية تتلقى فيها الأهداف. ماذا حدث في هذه المباراة؟ كيف قلبت المولودية الطاولة على جمعية تشلف في شوط ثاني كان رهيب وعجيب وغريب تقنيا تكتيكيا؟ معك يا جابر نعمة. شكرا كريم. قبل أن أخوض ما كيف قلبت المولودية الطاولة على أولمبي شلف في الشوط الثاني، أبدأ كيف كانت شلف بذلك الشكل الرهيب في الشوط الأول. كان ممتع وسجل 3 في الشوط الأول. في الشوط الأول كان يا كريم اللاعب حليمية يدخل دائما إلى الرواق الداخلي. لما يدخل حليمية إلى الرواق الداخلي نساخ يدخل يغلق دائما. لما يدخل حليمية هنا نجد دائما الطاهر دائما وحده. لكن الخطأ الذي وقعت فيه المولودية في الشوط الأول هو أنه أولمبي شلف مرحلة البناء تاعه هي مرحلة توجيه الهجمة، لا يبني اللعب جمعية شلف، يوجه الهجمة من الدفاع. هنا لما يجي دحامني إلى هذا المكان، زونغرانا كان يضغط هنا، ماذا حدث يا كريم؟ هذا الخط الذي نسميه الخط الأول الذي كان والخط الثاني. هنا جمعية شلف أو أولمبي شلف ما يبنيوش اللعب، ما يصنعوش، ما عندهمش صناعة اللعب. جمعية شلف ما تصنعش اللعب في هذه المنطقة، ما كانش صناعة اللعب، تلعب بلعب مباشر، وكل الأهداف سجلت من كرة مباشرة، لعب مباشر وكرات كرة ثابتة. لما نقول لعب مباشر كاين عندهم هنا اللاعب عدادي واللاعب بورديم واللاعب الإفريقي إبرا واللاعب عليان. هنا في هذه المنطقة اللي كانت هي الفاصلة بين منطقة الدفاع ومنطقة الهجوم، هذه المنطقة لما يصعد بن خماسة لاعبو أولمبي شلف يلعبوا دائما لعب مباشر، لعب مباشر إلى هذا الثلاثي. هذا ما حدث في الشوط الأول. وكيف كان أولمبي شلف رهيب، لأنه دائما يكون 1 2 3 4 وعدم عودة اللاعب حليمية دائما ما نجد 4 ضد 3 أو 4 في التنفيذ لعدادي وبورديب في الكرة الثابتة. والتحولات تاع زونغرانا وبالخماسة كانت دائما بطيئة. هذا ما سبب ما كان في الشوط الأول. هنا يا كريم نتحدث ماذا حدث في الشوط الثاني، كيف قلبت المولودية الطاولة على أولمبي أشلف. بسرعة دائما ما أقول يا كريم أنه زونغرانا هو السر في مولودية الجزائر. هنا ماذا حدث؟ زونغرانا أصبح يصعد إلى هذه المنطقة. لماذا؟ لأنه لما أخرج المدرب بومال أخرج دحامني. من دخل في مكان دحامني؟ دخل مكانه اللاعب بوشريط. لما دخل بوشريط إلى الجهة اليمنى طاهر أصبح يلعب في الجهة اليسرى، ونعيجي دخل مع بايزيد إلى الهجوم. هنا أصبح اللاعب زونغرانا في هذه المنطقة. لما دخل نعيجي إلى الهجوم أرغم وصل الميدان الدفاعي إلى العودة إلى هذه المنطقة، إلى هذه المنطقة. الباهي دافعوا 3 ضد 2. لما أصبحوا 3 ضد 2 ماذا حدث هنا؟ وهذا هو ما غير المباراة. أصبح لاعبي المولودية في هذه المنطقة 2 ضد 1. هنا حدث التفوق العددي في هذه المنطقة. والشيخ مازا تكلمنا قبل في الكواليس قلنا أنه الضغط العالي للمولودية كان في منطقة
البناء. منطقة البناء كان هنا الضغط، اصبح لاعبو المولوديه يضغطوا في هاته. هل اثر في الاخطاء الدفاعيه لجماعه تشلف؟ هنا نتكلموا على الاخطاء الدفاعيه ونختموا التحليل، لانه اخطاء كبيره ارتكبت من دفاع جماعه تشلف كريم. هذه الاخطاء التي تكلم عليها الكثير هنا يا كريم، وجود زونغرانا في هذه المنطقه، في هذه المنطقه لما دخل اللاعب بوشريط، نساخ ياتي الى هذا المكان. لماذا نساخ ياتي الى هذا المكان؟ لانه باه يخلقوا تفوق هذا، لانه بوشريط ممتاز واحد ضد واحد. جمعه اللاعب زيناسني باه يديروا تغطيه في هذه المنطقه باه يكونوا اثنين ضد واحد، لانه ايضا حليميه يصعد. ماذا فعل زونغرانا يا كريم؟ وهو ما حدث في كان زونغرانا يدخل الى الرواق الداخلي. لما زونغرانا يدخل الى الرواق الداخلي ارغم نساخ على العوده الى هذه المنطقه. لما ارغم نساخ على العوده الى هذه المنطقه وجدنا زيناسني وجدنا لاعب بوشريط واحد ضد واحد. وفي الكره التي سجل منها الهدف الرابع، لما دخل بوشريط الى هذه المنطقه فعل ما كان ثلاثي الدفاع، ثلاثي الدفاع اللي كانوا في المنطقه هذه خرجوا الى اللاعب، كانوا هنا اللاعبين خرجوا الى اللاعب زونغرانا، خرجوا له ثلاث لاعبين وتركوا لاعب واحد، لان وجود زونغرانا في هذه المنطقه وصعوده في الشوط الثاني ادى الى تحرير لاعب بايزيد وانعجي بالاضافه الى اللاعب بوشريط و الطاهر. هذا ملخص فعلا. فقط ماذا حدث فعلا. وإضافة كل هذا يا مصطفى يا مرزا، كبرياء المولودية هو الذي تكلم في هذا، في هذه المباراة. شعرنا أن اللاعبين لم كانوا يرفضون خسارة ثانية على التوالي بحضور ذاك الجمهور الرائع جدا. صحيح، بأن شخصية البطل، لأنه لو تشوف المولودية خسر في الشوط الأول بثلاثة مقابل واحد في ملعب خمسة جويلية، يعني برهننا أنه في الشوط الثاني كان هناك وجه آخر، كانت هناك شخصية البطل، شخصية اللاعبين كذلك داخل الميدان وحرارة اللاعبين، لأنه صراحة من جانب التكتيكي نقدر نتكلموا يعني حتى الغدوة إن شاء الله من جانب التكتيكي، لأنه شفنا مساحات كثيرة وكبيرة ما بين الخطوط في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني تغير كل شيء، حتى الضغط أصبح الضغط عالي، يعني حامل الكرة وين ارتكبوا أخطاء فادحة دفاع جمعية شلف وأرغم مولودية الجزائر على الصعود بكتلة يعني عالية باش سجلوا تلك الأهداف. أقول صراحة لو نشوفوا المولودية في الشوط الثاني أعتقد أنه مسيرة لحد الآن هي مسيرة بطل، بطل بكل المعايير. ذكرين، أعطي لي جمهور رائع، أعطي لي أرضية جميلة، أعطي لي لاعبين رائعين، وأعطي لي أجواء رائعة، ولكن أعطي لي أيضا حكم مونديالي يعطيك تحكيم جيد. أنا هذه مقولة دائما أقولها، لما تعطيني بدلك شوية قلت لك أعطيني حكم مونديالي يعطيك تحكيم. لا ماشي بغيت تدخل يعني بكل صراحة. لا بالأمس رغم انهزام المولودية 3-1 جمهور رياضي بأتم على الكلمة. لماذا الجمهور رياضي؟ لأنه شاف في أرضية الميدان حكم مونديالي، حكم في القمة. لما نقول حكم ما نساوي الزرهوني ورد المساعدين، طاقم بأكمله. بكل صراحة غربال يعني أبهر الجميع، رغم انهزام المولودية في الشوط الأول 3-1 كل الناس كانت راضية، وعند نهاية المباراة 6-3 9 أهداف، يعني كل الناس كانت راضية. أنا تحية كبيرة كبيرة جدا لمصطفى غربال، أتمنى له أن يكون يعني دائما في قمة القمم إن شاء الله. أنا صراحة هذا الجيل الجديد أتمنى ياخذوا غربال كنموذج، لأنه الطريقة اللي يصير بين المباراة ما كانش يقطع الفرص وكان يمنح الأفضلية والأولوية، لا يصفر كثيرا. أعتقد هذا هو النموذج الذي يجب أن يطبق من قبل. شوف الأسبوع هذا كنت قلت شوف ما كانش أخطاء تحكيمية يعني في مباراة واحدة يعني قليلة، يعني لماذا؟ لأن الخبرة كلها حتى بعد نتكلموا على جاموح في مباراة صعيبة شباب بالوزارة الاتحاد العاصمة، يعني بكل صراحة نتكلموا على بن برام كنا نشوفوا المباراة الآن. لما يكونوا حكام دوليين ويعرفوا كيفاش يتحكموا في زمام الأور، أسبوع هذا أسبوع جميع النواحي، نقولها بكل صراحة. إلى جينجل لاعب الجولة. لاعب
لاعب الجولة اخترناه من تلك المقابلة المجنونة التي لعبت في ملعب 5 جويلية. دعنا يا إسلام يا مباركي نكتشف سويا صور أفضل لاعب خطف الأنظار في هذه الجولة. هو هذا الذي لا يتعب تماما في وسط الميدان، تجده في كل مكان، قلب الطاولة في الشوط الثاني من المباراة. اسمه محمد زغرانا، 22 سنة، من كوت ديفوار، خريج مدرسة أسك ميموزا، متر و 77 سنتيمتر، 64 كيلوغرام، متعاقد مع مولودية الجزائر لغاية الفاتح من شهر أوت 2027. يسجل بروعة، يمرر، يسترجع الكرات، يقدم الكرات، تجده في كل مكان ويسجل ويبدأ ويشكل ثنائية رائعة جدا رفقة بن خماسة. فنيا تقنيا كيف تصفه يا جبرين هامون؟ ما كنت أحلله الآن على اللوح الإلكتروني ما هو إلا شيء قليل مما فعله زغرانا، لأنه لو تعلم أو يعلم الجمهور الرياضي ما فعله زغرانا في هذه المباراة وما فعله في المباراة منذ بداية الموسم ممتاز. تمركز في الميدان ممتاز، لأنه التكوين تاعه ممتاز. الشيء الثاني يسترجع ويبني. احنا في غالب الأحيان نلقاو اللاعب الذي يسترجع ناقص في البناء، هو يسترجع وعنده التقنيات تاع بناء اللعب. لما المولودية ما تكونش في يومها، نهار الفرق كان شيئين، نهار زغرانا ما يكونش في يومه ونهار الفرق تعزل زغرانا على الهجوم. بعض الفرق فازت على المولودية، ماذا فعلت؟ عزلت زغرانا على الهجوم. حتى في غياب الليل المولودية تسجل 6 لمن كان يقول بأنه بدون بالليل المولودية لا تتألق. ولكن حتى من دون بالليل هناك لاعب وموهبة شابة فعلا تستحق أن نتوقف عندها نكتشفها سويا يا إسلام يا مباركي. شاهدوا هذه الموهبة، 21 سنة، ابن مدينة الغاية، القادم من اتحاد الجزائر، يدخل بألوان المولودية هذا الموسم، يسجل في مرمى اتحاد بالسكرة، يسجل أمام شباب الزاوية، يصنع الهدف وبأي طريقة في هذه المباراة. يملك قوة التوغل، يملك قوة الاختراق، المراوغة والتمرير والمهارة الفردية، الكثير من مواصفات المهاجم الحديث. هو مهدي بوشريط بكل بساطة إضافة حقيقية لكتيبة المودي في موسم لم نشاهد فيه الكثير من الاكتشافات والكثير من المواهب، عكس الموسم الفارط. المولودية هذا الموسم كسبت الكثير من الأشياء، عودة جماهيرها إلى المدرجات، ثقة، الانتصارات. ولكن هذا الفنان وهذا المبدع يا مصطفى يمازا اسمه مهدي بوشريط موهبة صاعدة، لن أقول في سماء المولودية بقدر ما أقول في سماء الكرة الجزائرية. صحيح موهبة، ويقدر يمشي يعني أكثر، لأنه لو تشوف مسيرة هذا اللعب كان لعب 3 سنوات في الفوتسال، لعب كذلك في نصر حسين داي، في اتحاد العاصمة، في شباب الوزداد، يعني في مسيرته لو صغيرة لحد الآن تنقل إلى عدة فرق. لكن في مولودية الجزائر أعتقد أنه وجد نفسه، اغتنم الفرصة في غياب يوسف الليلي، وكأنه يوسف لم يغيب في هذه المباراة، لأنه بوشريط مهدي أعتقد أنه أدى مباراة في المستوى بدخوله. شفنا أنه مهدي صراحة أدى شوط ثاني في المستوى وشوط ثاني كبير. يعني مميزات هذا اللاعب، عنده السرعة، عنده قوة في التوغل، خاصة في صراعات واحد ضد واحد، هي قوة هذا اللاعب هذا. وشفنا الهدف شيخ مازا احنا اغلب الاحيان اليساريين دوك تشاطرني راي دائما اليساري يروغ على الجهه اليسرى، لكن لما كريم قال في التقرير قال انه عنده قوه الاختراق. لم يكن تقرير، علقت على يساري ويروغ على الجهه اليمنى. ما معناه انه يعتمد على التقنيات، لا تكنيك تاعو، ويعتمد على القوه، على القوه، لا فورس هذيك، عنده لا فورس اكسبلوزيف، القوه الانفجاريه. الهدف الذي سجل الرابع كان في الوضعيه صفر، من الوضعية صفر أصبح بسرعة كبيرة ويزيد يستعمل الأيدي. إحنا كي نوصل واحد السن 19 سنة 20 سنة يقولنا باللغة تدوى بسكري طنجو، لازم شوية تدير العضلات. هو واجد من ناحية العضلية، لذلك لاعب راه يسطع في سماء الكرة الجزائرية وليس المولودية، خاصة لما يكون فريق يمشي
لما يكون فريق يمشي باحصائيات مميزه ب يعني في المرتبه الاولى لما تلعب لاعبين شبان هذه حتى ولو بيكونوا في احسن يوم ما يبانوش صعب تكون شاب وتلعب في المولوديه لا صعب لا صعب وصعب انك تلعب في مجموعه كبيره ومن الاسماء الكبيره تفرض نفسك كريم. في هذا التعداد ومع المولوديه ما هو سهل لا وزاد وزاد وتطارد جيدا وزاد 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 يعني كان في مكان يوسف ليلي يعني هذا هو اللي ربما الميزه ان شاء الله يكون قدوه تاعه يكون التكامل ان شاء الله ان شاء الله بوشيت بوهبة إن شاء الله يعني لازم تكون للمتابعة لأنه حتى إمكانيات كبيرة قوة بدنية قوة اختراق يد رجل اليسرى رجل يمنى يعني صراحة اللعب ممتاز نبقى في ملعب 5 جويلية الأولمبي الأجواء كانت أيضا رائعة بحضور جماهير اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد مباراة لم ترقى فنيا إلى مستوى كبير متعة كانت فوق المدرجات أكثر منها فوق أرضية الميدان موهبة أخرى صاعدة في سماء الكرة الجزائرية اسمها باشا هي من صنعت الفارق في هذه المباراة بهدف يتيم مباراة على قلعة زميل محمد جمال قمة الجولة 20 الباطل بين أحضان الحارس محاولة للتسديد من بعيد بن بوط في المكان المناسب براس العملية لعبة طويلة براس أتيبا كانو من هناك يحاول يراوغ داخل منطقة العملية صعبة صعبة يا سلام أول أهداف المباراة باشا يفتتح التسجيل لمصلحة الاتحاد في الدقيقة 18 لمصلحة اتحاد الجزائر وأنصاره فوق المدرجات وأنصاره فوق المدرجات والفرحة الكبيرة سنشاهد ماذا حدث في لقطة وحدث الهدف اعتبى من هناك توزيع تدخل من دفاع في المرة الأولى باشا ولكن تعثر لكن في الثانية كانت صحيحة عودة أو عادة الكرة من دفاع العوافي بالقدم اليسرى يلعب كرة داخل منطقة العمليات بالرأس الحارس بن بوط على مرتين وفي هذه الأثناء صافرة حكم المباراة السيد يوسف قبوح تعلن عن نهاية الشوط الأول للمباراة بقطع الكرة صعبة صعبة مريلي يا سلام ضعت على كانو مقروءة الخروج الآن في عملية هجومية للاتحاد بينية ممتازة بينية كانوا جانبية ملعوبة داخل منطقة العمليات من جديد شباب بلوزداد يحاول فيها بوسو في القائم الأول والحارس موجود رسم تكتيكي والنظام هاي كرة في العمق هاي لا ممتازة ولكن غاية مرفوعة وضعية تسلل يقول حكم المساعد الأول لحيتي هاي الكرة لمصلحتي شباب بلوزداد داخل منطقة العمليات من جديد وضعية تسلل الكرة بعد ذلك البطاقة الصفراء لمصلحتي شباب بلوزداد هاي الكرة داخل منطقة العمليات بالرأس جانبية والنهاية حكم المباراة يوسف قموح يعلن عن نهاية هذه القمة 20 في الجولة 20 لشباب في هذه القمة الاتحاد بعد هزيمتين متتاليتين أمام أتلتيك بارادو واتحاد خنجلة يجدد العهد مع الانتصارات انتصار يخليه يبعد حظوظه في لعب البوديوم 29 نقطة في الرصيد بناقص مبارتين شباب الوزداد فوت فرصة الوصافة وتراجع محير لشباب كيف تقرأ ما حدث مصطفى؟ نعم في دربي كل شيء ممكن في دربي مثل هذا خاصة وأنه الفريقين يسعين للوصول إلى البوديوم وخاصة شباب بلوزداد لربما بمباراتين متأخرتين يقدر على الأقل يعني يقترب من المقدمة أقول 12 نقطة كفرق بينه وبين المولودية بنقص 3 مباريات للشباب ونقص مباراة للمولودية أكيد أنا أقول يعني حسابيا كل شيء ممكن لحد الآن لكن لو نتكلم على المباراة بحد ذاتها نقول أنه يعني كانت مباراة ما راهيش بنفس المستوى المباراة تاع مولودية الجزائر أمام جمعية صراحة لكن شفنا في بعض الأحيان كرات يعني من هنا ومن هناك لكن نظن أنه هدف لصالح
لصالح اتحاد العاصمة يعني خلى أنه شباب بوزداد يجري وراء المباراة فعلا. وشفنا اللاعب صراحة لاعب باشا سنتحدث عن لاعب باشا لأدى نقول مباراة في المستوى كالعادة. شباب الوزداد محير أداؤه محير، ثلاثة سيفوز بالثلاثية في تيزي وزو يحقق التأهل بعدك وكانك تشوف فريق آخر. نعم شباب الوزداد والله يا كريم أمره محير هذا الموسم، لم يتركنا اللاعبون نقول أن الشباب عاد بعد مباراة جيدة أو مباراتين يعود إلى سلسلة النتائج السلبية، بعد ثلاث مباريات ممتازة تأتي تلك المباراة التي تمحي الأشياء الإيجابية. لما انهزم الشباب أو خرج من كأس رابطة أبطال إفريقيا ضد يونغ أفريكانز بعد مباراة الشبيبة في تيزي وزو قلنا أن الشباب تجاوز تلك المرحلة وعاد، لكن هذه المباراة أعادت اللاعبون إلى نقطة الصفر، لذلك شباب وزداد علامة استفهام هذا الموسم. وزكليني يقول دوما بأن التحكيم الدولي في هذه الجولة كان مميزا. نعم. ماذا حدث في مباراة اتحاد الجزائر وشباب وزداد؟ ورغم أنه ديربي في العاصمة سيد قاموح يوسف بالفلفل وبويمة، احنا شفنا كامل المباراة يعني عرف كيف يتحكم في زمام الأمور، يعني كل قراراته لم تؤثر رغم البطاقات الصفراء الكثيرة، رغم طرد بوخشوش الذي كان مستحقا، يعني بكل صراحة أدى مباراة جيدة ولم تحدث ولا شيء داخل أرضية الميدان. فيه لقطة شباب الوزداد طلب بضرب الجزاء ولكن اليد شوف أين هي، نقولوا احنا خلاص نحها كولي ما كاش هذه ذوك الان كولي بريديكور هذا راه لاصقه في لحبه، شوف شوف لا وجود لضرب الجزاء، والقرار الصحيح الذي اتخذه يوسف قاموح قرار صحيح لا وجود لضرب الجزاء لان اليد كانت ملتصقه مع الجسم، والكره لما تضرب في اليد وهي بريديكور ما نقولوش ما فيها لاصقه، يعني بكل صراحه أدى مباراه جيده وانا شفت المباراه كامله ولم يتسامح مع بوخنشوش في كرة لم يتسامح ويستحق البطاقة الصفراء الثانية، نقولها بكل صراحة تحكيم بالأمس سيد قاموح كان في المستوى أدى مباراة جيدة. إلى جينجل سورة العدد القمة التي لعبت بين المولودية والجمعية والدربي العاصمي تميز بحضور من ياسين يا سادات؟ طبعا هو الناخب الوطني الذي اكتشف الأجواء الرائعة الأجواء الكبيرة في ملعب خمسة جويلية، طبعا يكتشف أجواء الكرة الجزائرية مصطفى مازا ويراقب عن قرب اللاعبين. أكيد أكيد حضوره أكيد حفز لكثر اللاعبين تاع المولودية صراحة، لأنه الناخب الوطني جاء من أجل مهمة حضر مباراتين مولودية. نعم مولودية والعاصمة أكيد أنه حضوره حفز اللاعبين، يعني هذا برهن أنه الناخب الوطني يعطي أهمية كثيرة بالنسبة للبطولة المحلية بالنسبة للاعبين المحليين، وهذا الشيء راح يحفز أكثر لاعبين لإعطاء أكثر ما لديهم باش يكونوا على الأقل في قوائم القادمة بالنسبة للمنتخب الأول. من طبعا هكذا هي الصور التي رصدها تلفزيون الجزائر مباشرة من ملعب خمسة جويلية الأولمبي. من بين الأسماء التي تألقت في هذه المباراة وتألقت منذ بداية الموسم مع فريق اتحاد الجزائر، من بين الأسماء الصاعدة أيضا في سماء الكرة الجزائرية على قلتها هذا الموسم، لم تكن هناك أسماء كثيرة، نكتشف سوين عبد الرحمن باشا الذي سجل الهدف الوحيد للاتحاد في هذه المباراة، سجل أمام أتلتيك باردو بتلك التسديد القوية، صنع الكثير من الأهداف، يصعد ويلعب بجرينتا كبيرة على الرواق الأيمن، تقريبا لا أتذكر منذ وقت حمدود اللي كان يلعب بهذه الجرينتا في هذه الجهة، لا أتذكر لاعب آخر من الاتحاد الجزائري يلعب بهذه الحرارة. من مواليد 21 ديسمبر 1999 24 سنة، لاعب سابق في اتحاد خنشلة، وطبعا 1.70 متر 61 كيلوغرام، عقده يمتد لغاية 3 جويلية عام 2024. لاعب يستحق أيضا كل الدعم والتشجيع، ولما لا يلعب يتأثر فريق اتحاد العاصمة وجمهور الاتحاد أصبح يطالب المدرب كثيرا بضرورة إشراك هذا اللاعب ليلعب بجرانتا وحرارة كبيرة جدا.
أكيد شأنه شأن اللاعب بوشريط النجوم التي سطعت هذا الموسم في سلك الكرة الجزائرية، لكن على قلتها نعم على قلتها، لكن اللاعب باشا عنده أنستيل ديفيرون على بوشريط، هذا عنده جرينتا ما شاهدتهاش من قبل أنا في اللاعبين الشبان هذو، يدافع يبني اللعب ويهاجم. شوفوا لقيناه في تلك المنطقة لما تفقد الكرة تلقاه في منطقة الدفاع يدافع، هذا اللاعبين اللي نحتاجهم في كرة القدم الجزائرية. الشبه تاعي مليح زكريني بينه وبين حمدون. لا لا صح حمد لله كانت عنده التسديدات وكان عنده الجرين هذا. انا حكمته كثير كثير ماهوش نفس لو ستيل ولكن اكيد ماهوش كلمه الحراره يعني لا في الحراره لا حمدود طويل عليه ماشي كيف كيف تربى في ليس ما وليد ليس ما وهذا وجه انا ربط بين المنصب والجهه والحراره لا في زوج كيف ها مصطفى هو المنصب يلعب دور المدافعين مور المهاجمين ولكن لعب على رواقه لعب باش يقدر يمشي على الاطراف يقدر كذلك يلعب وراء المهاجمين يعني اللاعب اللي يقدر متعدد المناصب لما نتكلم على باشا كقيمه وكلاعب محلي اعتقد انه يمتاز بالقوه البدنيه يمتاز كذلك بالسرعه يمتاز بالتسديدات يعني اللاعب اللي عنده اراده كبيره وعزيمه وفي بعض الاحيان يعني يشوفوا اشياء اللي ممكن جدا باللاعبين شباب ما عندهمش هذيك البيزه فعلا الى قسنطينه فريق اخر ممتع بعد فيه مولوديه الجزائر الرائد وفيه فريق النادي الرياضي القسنطيني فريق اخر صراحه ممتع بلغه الارقام بلغه المعطيات يملك افضل هداف ب 11 هدف اسمه ديب ابراهيم يملك ثاني احسن ممرر في البطوله اسمه بشعيره ب 8 اهداف يسجل ويسجل ويحتل المركز الثاني في ترتيب احسن هدافين يحتل الوصافه ويصنع اجواء رهيبه في امسيه كانت مميزه استقبل فيها الاتحاد السوفي وضرب بالثلاث زكريا تهامي كان حاضرا هناك وعاد الينا بهذا التقرير في سهرة رمضانية وبملعب الشهيد حملاوي استقبل شباب قسنطينة ضيفه اتحاد سوف وكله تركيز على النقاط الثلاث وسط جمهور أقل ما يقال عنه أنه رائع البداية كانت من بالحسيني الذي حاول زيارة الشباك لكن كرته مرت جانبية بعدها سدد مربى هذه الكرة لكنها خارج الإطار ووصل الشباب ضغطهم وهنا تسديدة خالدي افتقرت للقوة دفاع الاتحاد السوفي صمد إلى غاية الدقيقة 21 مداحي وبتمريرة جميلة إلى خالدي الأخير يفتتح باب التسجيل لفائدة شباب قسنطينة بعدها بدقائق سدد المدافع مداني والدفاع إلى الركنية السياسي وصلت الضغط وبن شعيرة بتوزيعة دقيقة في عمق الدفاع السوفي بالحسيني يرتقي ويسكن الكرة في شباك الحارس حلاسة برأسية جميلة في الدقيقة 38 أول محاولة للاتحاد السوفي كانت في الدقيقة 43 بتسديدة قايد التي مرت جانبية وقبل نهاية الشوط ماي وبن شعيرة وعلى مرتين يضيعان ما لا يضيع أمام براعة الحارس حلاسة الشوط الثاني من المباراة وصل أشبال المدرب عمراني سيطرتهم على مجريات اللقاء وضيعوا الكثير من الفرص أبرزها هذه الهجمة المرتدة التي أهدرها ثلاثي الهجوم والثانية كرة بالحسيني الذي حاول أن يرفع الكرة فوق الحارس لكن دون جدوى الاتحاد السوفي هو الآخر حاول زيارة الشباك بهذه المخالفة ورأسية الغنيمي خارج الإطار هجوم الشباب القسنطيني وصل ضغطه ذيب بتوزيع دقيقة إلى البديل شكال الذي وضع الكرة في الشباك برأسية محكمة في الدقيقة 84 بعدها أبعد الحارس حلاسة الخطورة على مرماه وعلى مرتين لينتهي اللقاء بفوز شباب قسنطينة بثلاثية نظيفة ارتقت به إلى المركز الثاني في ترتيب البطولة في انتظار استكمال الرزنامة في انتظار استكمال الرزنامة قبل حديث النادي الرياضي القسنطيني طبعا يصر مصطفى مزا على تعدد مناصب باشا في الرواق الأيمن وراء المهاجمين وكذلك أين؟
يلعب مهاجم. مهاجم ايضا. نعم. ولكن على الرواق الايمن الى حد الان يتالق مع اليمنى يعني لما تكون عندك لاعب كيما باشا المدرب يكونش عنده مشاكل، يعطيك حلول. يلا يا جابر يا نعمون، نادي رياضي القسنطيني في احسن حالاته، يتأهل في الكاس على حسب من؟ على حساب الوفاق الصيفي. واين؟ في ملعب الثامن ماي. يختف الوصافه برصيد 34 نقطة. بالشعيرة ودي تكلمنا عليه، لكن أعطيك رقم ومعطى مهم جدا. هجوم قوي، في ثلاث مباريات الأخيرة سجل 8 أهداف. هذه المنظومة الهجومية اللي صنعها عبد القادر عمراني بكل بساطة بخالدي وشعيرة ودي والبقية. هذه المنظومة يا كريم، هذه المنظومة أولا كاين إحصائية، آخر 4 مباريات لم يهزم النادي الرياضي القسنطيني، اللاعبون والإدارة لم تخطئ لما انتقلوا إلى ملعب حملاوي، لأن اللاعبين هذا الستيل تاع اللاعبين يحبوا المساحات. قوة هجوم هذا المنظومة منين جات يا كريم؟ من قوة وسط الميدان. والنادي الرياضي القسنطيني يا كريم يملك شيء مهم جدا تملكه مولودية الجزائر واتحاد الجزائر فقط في هذه البطولة، دكة البدلاء. يدخل بالحسيني يسجل، يدخل خالدي يسجل، يدخل بن شاعي يسجل، يدخل طمين يسجل، يدخل طمين يسجل، يدخل شكالي يسجل، عندهم حلول ما شاء الله. يدخل بن شعيرة يثبت، يدخل ميصالة يثبت مكانه، يدخل فريق ممتع، فريق ممتع كروي فني. تفضل شيخ. على الجابر، لأن المدرب خالق ازدواجية المناصب وخلق المنافسة. منافسة. لما تكون عندك المنافسة اللاعب دائما يصنع يعني كل ما لديه، يعطي كل ما لديه. ممتع ممتع النادي القسنطيني فعلا. هكذا هو النادي الرياضي القسنطيني أمام الاتحاد السوفي الذي لم يصمد في هذه المباراة ولم يصمد منذ بداية الموسم. إلى تيزي وز شبيبة القبائل تتعثر فوق أرضية ميدانها أمام الوفاق الصيفي الذي يرتقي إلى البوديوم، ولكن قبل ذلك تحكيميا أمور كانت هادئة. لما تكون هادئة نسكسك لنا ولا نفرح ولا لا. شوف مباراة هذه أو الحكم هذا أول مباراة يديرها في المختلف. نشجع على هاميك المباراة ديرها حكم شاب. هذا الحكم ما تقدرش تحطه في شباب الوزداد اتحاد العاصمة، يبدأ بشوية، دار مباراة جيدة ثلاثة هذه، يدخل يبدأ من درك يبدأ يحضر في نفسه هكذا. كاين مباريات المباراة هي تنادي للحكم، كل مباراة هي تنادي للحكم. مباراة شرف المولودية لازم غربال، اتحاد العاصمة لازم قاموه. البروفايل تقصد. البروفايل تاع المباراة هي اللي تنادي للحكم، لازم تكون انديزيناسيون ايتيدي باش ها وكسبان هذه ما كاش مشاكل. هذه الأمور. إلا كل من جميع النواحي مباراة واحدة اللي راح نشوفوها بعدها فيها حالة تحكيمية، والمباريات الأخرين في المحترف الأول كل شيء مشى على ما يرام. فعلا. نذهب إذن إلى تيزوزو، زميلنا وليد فرحان يعلق على انتصار فريق وفاق سطيف على حساب فريق شبيبة القبائل وتابع سويا. عنده الكرة 1-2 بشكل رائع، انطلق وانسل الحبري، هذه خطيرة للوفاق داخل المنطقة، فرصة كبيرة ضاعت، لازالت خطيرة والتسديدة حاضرة ضاعت، سقط وفقد توازنه وانطلق لامبو عالية خطيرة، العرضية خطيرة، هو الحارس في المكان المناسب. ماسيني سنة يتسالم بشكل مباشر، خطيرة الكرة الماضية مرت وتحولت إلى ركلة مرمى. الوفاق الباحث عم تسجيل هدف السبق في هذه المباراة على الجهة اليسرى، تسديدة قوية، يمكن أن نقول سيمضي لتحقيق النقاط الثلاث. إلى عدل الشبيبة سيعود، هذه فرصة، ثم لباد يحاول قتال الانطلاق على الجهة اليسرى، قتال والتغطية الدفاعية حاضرة بشكل رائع من جانب دفاع الوفاق، موسى بن زيد والعرضية، كرة راسية مرة أخرى، نشاط فارس أمامية باتجاه بركان، يقوم بترويض الكرة بركان ثم التحضير باتجاه نشاط، هذه صعبة داخل منطقة الجزاء، كانت فيها مغامرة، انطلاقة نجمة معاكسة لمصلحة عناصر الوفاق، مرور سليم ورايا، صعبة وإمكانية خطيرة للوفاق بواسطة وكيل، هذه خطيرة هذه خطيرة هذه خطيرة داخل منطقة الجزاء، ماذا فوت على نفسه الوفاق لمصلحة عناصر الشبيبة، عمريش طلبها على الجهة اليمنى، اللاعب نشاط، فرصة خطيرة للشبيبة، هو تسلل يعلن عنه حكم المباراة، تسلل يعلن عنه حكم المباراة في هذه الكرة، البحث عن أصحاب القامات الطويلة داخل منطقة الجزاء، تنفذ المخالفة الصعبة خطيرة بالرأس، إمكانية ومحاولة،
حكم المباراة ينهيها ويعلن عن نهاية المباراة. شبيبة القبائل إذن تتعثر تعثر مفاجئ فوق أرضية ميدانها بعد 5 مباراة من دون هزيمة في البطولة، ومباراة كانت مهمة جدا في حسابات البوديوم يا مصطفى يا مازن. هاي خاصة أنه تستقبلها أرض ميدانك، المباريات على أرض ميدانك أكيد هو مهمتك أنه تفوز عليها باش تقترب أكثر من أصحاب المقدمة. الهدف شبيبة القبائل هو وصول إلى البوديوم على الأقل في هذا الموسم، هذا يعني موسم نقول ما نقولش استثنائي، موسم ربما أصبح انتقالي. أصبح انتقالي أكيد. أقول صحيح أنه المباراة كانت صعبة، الوفاق الصيفي خارج من كأس الجمهورية، ما بقى له إلا البطولة، شبيبة القبائل كذلك. هدف الحمري عزيز الحمري كان هدف حاسم وسير المباراة كما ينبغي من ناحية التكتيكية. لاعبين شباب بتبركان كمهاجم، نقص الفعالية نقص التجربة عند بعض اللاعبين ربما أثر على المردود الجماعي بالنسبة لشبيبة في هذه المباراة. هذه الوفاق الصيفي بكل بساطة في البوديوم يا جبل عين عمان. بكل بساطة في البوديوم، لكن يا كريم الشيء المهم أنه كيف استطاع أن يتجاوز النكسة أو مرارة الإقصاء في الكأس في مدة أسبوع بعد الإقصاء. لكن الإقصاء كان بضربة ترجيحية إقصاء يعني. لكن الوفاق الصيفي وأنصاره يعشقون الكأس هذا. لذلك أعتبرها مرارة الإقصاء. المدرب التونسي للوفاق الصيفي استطاع أن يدخل لاعبيه المباراة ويتجاوز هذه المرحلة كما نقولوا تجاوزها بسلام. تحكيمي سكريني. نعم السيد إبريل شلالي من ناصر، لا وجود لحالات تحكيمية. إلى مباراة فيها حالة تحكيمية هذه المرة، هي مباراة نجم بن عكنون أمام نجم مقرى. نجم بن عكنون عاد من بعيد، تحدثنا عن لمسة زيري بلال، ولكن أيضا خبرة عبد الرحمن حشود بخمس أهداف، يجاب النعمون بخمس تمريرات حاسمة هذه المرة، صنع أيضا الهدف بأصحاب الخبرة. النجم يعود من بعيد وهذه المرة يفوز على نجم مقرى الذي يدخل في حسابات البقاء. محمود جبيلي لديه التفاصيل. بككشي والدفاع الحارس الزيماموشيا تدخل، حارس الزيماموشيا تدخل ومطالبة هنا بشيء ما في اللقطة السابقة وخطأ آخر. مصمودي يلعبها الطويلة، مرواني محمد العيدوني والكرة، الهدف الأول والهدف الأول لصالح النجم بن عكنون. علي هارون يستغل سوء تفاهم بين المدافع الأيمن العيدوني أمير والحارس صالحي عبد القادر ويضع الكرة في الشباك. طوال طوال محمد داود، طوال ناحية محمد داود، محمد داود ضيع كرة، نقدر نقوله كرة كانت سهلة. فؤاد حداد راح يلعبها طويلة، الهداف يفتح والهدف التعادل، والهدف التعادل كمخ زكريا في هذه الأثناء يأتي بهدف التعادل، هدف مقابل هدف بعد كرة منفذة بإحكام من فؤاد حداد. حشود عبد الرحمن، حشود عبد الرحمن وطوال خير الدين يضيع كرة سانعة لإضافة الهدف الثاني، كرة خطيرة كانت في الدقيقة 57. الشوط الثاني ددوش، حدوش يفتح الهدف، والهدف الثاني لصالح النجم بن عكنون. علي حاجي يتمكن من إضافة الهدف الثاني بعد ركنية منفذة بإحكام من المدافع حشود عبد الرحمن، هدفين مقابل هدف واحد لصالح النجم بن عكنون. حتيت مولود مع طوال، طوال أمامه مرواني، طوال والكرة ويدخل مرواني، ما زالت عنده الكرة، الهدف والهدف الثالث لصالح فريق نجم بن عكنون من تسجيل جنون زيدان. هذه المباراة التي نسميها مباراة ب6 نقاط يا مصطفى يا مازن بكل بساطة. صحيح، 3 نقاط مهمة بالنسبة لبن عكنون ليتصارع من أجل البقاء، لأنه بقية ربما هو ومولدية وهران وبدرجة أقل أقول جمعية شلف وكذلك نجم مقرة. لهذا في التنقاط هذه خاصة وأنه شاهدت المباراة يعني صراحة في شهر الصيام
حسينا انه اللاعبين صراحه قدموا مردود في المستوى، خاصه لاعبين نجم بن عكنون، لاعبين شبان. زيري بلال خاصه في الشوط الثاني دار واحد التغييرات، لكن اسم لازم نذكره كريم، نذكره كذلك هذا الاسم، هذا هو اللاعب حجي. القوه الضاربه هجوميه، قوه ضاربه، يعني اللاعب في الكرات الهوائيه قوي بالراس، قوي بالراس، قوي بالراس، يعني ذكرنا بعلي موسى. لكن نقول لك انه ثلاث نقاط هذه جيت مهمه بالنسبه لامل بن عكنون في من اجل لعب ورقه البقاء. تحكيميه زكريني سيد بوترعاب بن علي حلام، حتى وإن كانت جولة رائعة ولكن يجب أن لا شوف الأخطاء دائما كانت وما زالت وستبقى الأخطاء التحكيمية مستحيل، ولكن في جولة كيجي في مباراة في خطأ تحكيمي ولا وما يكونش عليه تأثير ما عليه، بصح في جولة غالي يكونوا في تلت أربع خمس مباريات أخطاء تحكيمية هنا للأمور ما تكون الحالة. يعني بكل صراحة منذ أن اجتمع رئيس الاتحاد باللجنة يعني اعطى تعليمات، اعطى تسديدات، يعني الامور الاسبوع هذا دليل على ذلك، انا نشوف فيها كل الامور تمشي على ما يرام. رئيس الاتحاد كان لاتي بالفريق الوطني بالمدرب كاس افريقيا ما كانش لاتي، الان راه عينه كثيره على التحكيم والحاله في انتظارك. لا الحاله انا نشوف الحاله تاعش تاع ضرب الجزاء ولا ماذا حضر رئيس السادات؟ شوف الدفع، يعني الدفع واضح، يعني نقولها شوف لم واضح، يعني ضرب الجزاء شرعية لم يعلن عنها الحكم، هاوليك الدفع وراه، يعني بكل صراحة ضرب الجزاء لم يعلن عنها الحكم لفريق نجم مقرى، الدفع شفناه واضح. هكذا إذا كانت الحالة التحكيمية في هذه المباراة. إلى أجواء أخرى كانت رائعة جدا في ملعب أحمد زبانة، جمهور المولودية الوهران يعاد بقوة بعد أن تهالى طبعا في منافسة الكأس على أتلتيك بارادو، يلتقي مع ذات الفريق في نفس الأسبوع ويجدد العهد مع الانتصارات. مباراة حضرها زميلنا سيف الدين بن زرطة. متكئا على أفضلية الأرض والجمهور وطامحا إلى تجديد الانتصار على الوصي في نادي بارادو بعد تأهل أمامه في الكأس، دخل فريق مولودية وهران مواجهته الهامة في مشوار ضمان البقاء. أصحاب الأرض وثبوا على منافسهم منذ البداية، محاولات تجددت تكررت والهدف الأول أثمرت، توزيعة من باكو ورأسية بن عياد تعلن عن افتتاح التسجيل عند الدقيقة 15. شباك أقوى دفاع في البطولة تهتز ويهتز معها المدرج الأحمر. ثاني أهداف بن عياد منذ بداية البطولة والأول لأبناء الحمري في فترة ربع ساعة الأول من مباريات هذا الموسم. الفريق الأكثر تسجيلا للانتصار خارج القواعد بخمسة انتصارات تحرك نحو الهجوم دون أن يحقق المطلوب. بعدها تحولت السيطرة وهرانية، هجمات على مرمى الحارس مساوي ومضاعفة النتيجة تتأجل. وقبل نهاية الشوط الأول الإصابة تداهم ثنائي مولودية وهران، ظهر ونعماني يغادران، سنهاجي ونهاري يدخلان، لينتهي الشوط بتفوق الحمراء وبهدف نظيف من توقيع بن عياد. مع بداية الفصل الثاني يهرع الفرنسي مارتينز إلى إحداث أولى التغييرات، تغييرات آتت ببعض المحاولات دون أن تعدل في مسار المباراة. تكتل دفاعي للمحليين استمر إلى غاية الدقيقة 75، مرتدة سريعة خاطفة، مطران في التمرير، بن عياد يتكفل بالباقي مسجلا الثنائية له ولفريقه. هدف كان وقعه ثقيلا على العاصميين الذين لم يجدوا معالمهم في هذا اللقاء وفشلوا في تدارك التأخر، لتنزل صافرة الحكم سعيد عوينة معلنة عن نهاية مواجهة كسبها أبناء الحمري فوزا ونقاطا، مواصلين بذلك مسيرة ضمان البقاء، في حين تراجع نادي بارادو إلى الصف الرابع بعد رابع هزيمة هذا الموسم. الضغط رهيب فوق المدرجات وفي غرف ملابس أيضا
مولودية وهران. هناك استقال يوسف بوزيدي بعد نهاية المباراة، ثم لا أدري ماذا حدث وكلام عام إقناعه بالبقاء. الأمور تحتاج للكثير من الهدوء داخل البيت الوهراني في هذه المرحلة الحاسمة والحساسة والمصيرية والانتقالية في تاريخ هذا النادي. قلت يا كريم أنه بوزيدي استقال، هذا كلام إن شاء الله يقنعوه أنه يولي، لأنه الإحصائيات اللي عندي هي لصالح هذا المدرب. كريم، احنا في حصة في 90 لما يخطئ نقول أنه أخطأت، والذي يحسن نقول له أحسن. نتكلم بلغة الأرقام، أنا بلغة الأرقام لا تكذب. أقول لك أن مولودية وهران فريق غريب، كيف يسجل 5 أهداف طيلة مرحلة الذهاب؟ كيف يسجل هدف واحد خارج ميدانه؟ لكن الآن الإحصائيات أنصفت مولودية وهران وأنصفت بوزيدي. مولودية وهران لحد الآن منذ قدوم بوزيدي سجلت 13 هدف، 8 في البطولة و5 في الكأس. كيف يستقيل هذا المدرب؟ شيء آخر، آخر 7 مباريات لم تنهزم، فازت ضد أحسن دفاع ما سجلته مولودية وهران على نادي بارادو في 2 مباراة الكأس والبطولة، ثنائية في الكأس الأسبوع الفارط وثنائية البارحة، 4 أهداف سجلتها مولودية وهران، نصف ما سجلته كل الفرق على بارادو طيلة 20 جولة. سجلته وهران نصف سجلته في 2 مباراة فقط. كيف يستقيل هذا المدرب؟ عادت إلى الواجهة، لذلك أمر محير. إن استقال إن شاء الله يعودوا يقنعوه به، ولا لأنه مولودية وهران راهي في الطريق الصحيح، به يقول لك أنه فازوا ضد بارادو فريق سهل أو فريق صعب خارج ميدانه. أصعب الفرق خارج ميدانه هي بارادو، والإحصائيات عندي الأول 18 أول فريق خارج الميدان. فريق بارادو عنده واحد الإحصائية غريبة جدا للجمهور الرياضي، كل الفرق تسجل خارج داخل ميدانها أحسن من خارج ميدانها. بارادو سجل 21 هدف منها 18 هدف خارج ميدانها، وثلاثة فقط في ملعب الدار البيضاء. تحب الحضور الجماهيري الكبير والضغط، أكيد يحبوا يلعبوا تحت الضغط. تحكي فيها سكريني المباراة هذه الخبرة، عوينا السعيد بمساعدة عوينا فواز وعريوة، يعني مباراة أداها جيدة، ما شفناش الأخطاء التحكيمية، لا وجود لحالات تحكيمية. هذه هي الإكسبرينس تاع عوينا سعيد، عرف كيفاش يسير المباراة، عرف كيفاش يمشي المباراة إلى بر الأمان بدون أحداث وبدون أخطاء تحكيمية. إلى البيضة المولودية التي تحقق نتائج متميزة، هذه المرة استقبلت شبيبة الثورة وتعثرت فوق أرضية ميدانها بفضل هدف عبد الجليل مصطفى. نعم مصر. هدف عبد الجليل في الدقائق الأخيرة أثر على هذا الفريق، هذا خاصة وأنه نعرفه البيض فاز على عدة فرق ممتازة كشباب الوزداد، نزم مرة واحدة فقط. نعم. في ميدان أمام مولودية وهران، أمام مولودية وهران أكيد أنه فاز على الوفاق الصيفي بثلاثية، فاز على تعادى مع المولودية بتعادل سلبي، فاز كذلك في في الجولة ما قبل هذه بثلاثية أمام الوفاق، يعني نتائج مستقرة خاصة على ميدانه. لكن نقول أنه هذا الفوز نقول ربما أثر على المجموعة وراح يعطي ديناميكية جديدة بالنسبة لشبيبة الثورة، خاصة وأن شبيبة يجنبوا حسابات البقاء، أكيد خارجة من حسابات اللقب البقاء. تعودنا أن شبيبة الثورة تلعب على اللقب، لذلك قلت في زلة لسان اللقب وهي البقاء في موسم أيضا انتقالي بالنسبة لشبيبة الثورة التي عادت ب3 نقاط مهمة جدا من الناحية النفسية والبسيكولوجية، خاصة أمام فريق مولودية البيض اللي يلعب بأريحية هذا الموسم. هذا والهدف الوحيد في هذه المباراة كم هو غالي لسعد عبد الجليل ولشبيبة الثورة، لأنه حسابات البقاء بدأت تتعقد بعودة نجم بن عكنون ومولودية وهران إلى بقوة في الجولات القليلة السابقة. إذن هدف مقابل 0 في مباراة لم نشاهد فيها الكثير من الفرص. في نهاية المطاف الكلمة عادت لفريق شبيبة الثورة أمام مولودية البيض. آخر الصور التي هي بحوزتنا في برنامج في 90 هي خاصة بالمباراة اتحاد بالسكرة أمام فريق اتحاد خشلة، ولكن قبل ذلك تتوقف مع التحكيم في المباراة سكرين. نحب نروح شوية. لا نعم بل المباراة ويكلوها بدون جمهور، يعني شفنا البيض مع اتحاد العاصمة مقتضى على آخره مع مولودية الجزائر، هذا ديربي الجنوب، يعني نص الملعب حاجة لأضواء كاشفة حتى تلعب في الأمسية، لأنه لعبت أيضا في توقيت صعب شوية الأمور في رمضان. سيد بن يحيى جمعة كاشي لا وجود لحالات تحكيمية. إلى بالسكرة
هناك اتحاد بسكر يستقبل اتحاد خنشلة في مباراة علق عليها زميل محمد الصالح بوساكر. صراعات ثنائية بدأت من هنا مع أحوال في وسط الميدان. يمر الكرة ناحية رفيق مقطوعة قبل أن تصل لسامر، كرة مقطوعة أو لزغنون تبقى في وسط الميدان لاتحاد بسكر. حاول على الجهات اليمنى في وسط الميدان هذه المرة، كرة ستكون في العمق تسديدة، كرة ضائعة والهدف الأول والهدف الأول. إذن التسجيل المبكر هو كما قلنا هو الحل في هذه المباراة، وهو ما تمكن منه فريق اتحاد بسكرة في الدقيقة الثانية. يتمكن اتحاد بسكرة من فتح مجال التهديف، وفرحة أنصار اتحاد بسكرة بالهدف المبكر الذي هنا خلينا نقول خطأ في إبعاد الكرة، وبالتالي انفرد اللاعب وجه لوجه مع الحارس خديرية ويتمكن من توقيع الهدف الأول، وهذا هو السيناريو ربما الذي سيمنح المباراة وجه آخر وندية أكثر بعد توقيع الهدف الأول من طرف اللاعب مدان ياسين في هذه الكرة المعادة والتسديدة القوية. سيد العيد ثم الكرة ثابتة هذه المرة العملي سيد علي، كرة تسديدة قوية العملي سيد علي من مسافة بعيدة، يتمكن من تعديل النتيجة من كرة ثابتة، ينهي هذه الكرة الثابتة بهدف من أول فرصة سجل هدف التعادل فريق اتحاد خنشلة. من أول فرصة تسديدة صوب المرمى من العمري سيد علي مباشرة، كرة عابرة للدفاع تباغت الدفاع والحارس محمد عبد القادر، ويتمكن اتحاد خنشلة من العودة وتعديل النتيجة. إذن اتحاد خنشلة يعود من جديد ويعدل النتيجة، ولهذا ننتظر أن تكون المباراة قوية وتكون مفتوحة. هذه المرة كرة طويلة تمكنش منها سعدو، اخدوار داخل منطقة العمليات وتدخل الدفاع، تبقى الكرة الخطورة والهدف الثاني، تبقى الخطورة والهدف الثاني من المدافع بوكارون الظهير الأيمن، هو الذي سدد بقوة وسجل الهدف الثاني. كرة عابرة للدفاع ويتمكن من مباغة الخضيرية ودفاع فريق اتحاد خنشلة ويوقع الهدف الثاني لمصلحة اتحاد بسكرة وفرحة أنصار اتحاد بسكرة بمدرجات ملعب العالية بهذا الهدف الذي جاء بعد أخذ ورد داخل منطقة الحارس الخديرية. وفي الأخير بوكاروم يتمكن من مباغة جميع كرة عابرة للدفاع. اتحاد بسكرة في أفضل حالاته يا جابر ينعمون يتأهل في الكأس، يقصي حامل اللقب جماعية تشلب ويطيح بفريق عاني اسمه اتحاد خنشلة اليوم. نعم اتحاد بسكرة يا كريم بعد الهزيمتين المتتاليتين تكلمنا عليه احنا في حصف 90 لما انهزم ضد واد سوف ثم ضد مقرى، قلنا أنه دخل النفق المظلم ثم عاد من جديد وعاد إلى سلسلة النتائج الإيجابية، ثلاث نتائج إيجابية متتالية. فريق كريم 28 نقطة هو غير بعيد على البوديوم، صاحب المرتبة الثالثة عنده 33 نقطة هو عنده 28، خمس نقاط على البوديوم. زغدود برافو للعمل الذي يقوم به. خنشلة دائما ما نتائجه ساعات إيجابية ساعات سلبية، لكن يبقى فريق محترم اللي عنده لاعبين، لأنه عنده لاعبين ممتازين. تحكيم مين ذكريني؟ فريق بوساحية، أنا شفت الشوط الأول فريق بوساحية هو علق على المباراة كاملة، هو اللي علق بالأمازيغية يعني، قال لي جاء قال لي 2-1 لبسكرة، قال لي تحكيمين صفر بدون أخطاء تحكيمية، لا حكم دولي سيد بن براهن بمساعدة المساعد الدولي مقران قراري والمساعد الثاني سيد عميروش بوفاصة، يعني أدى مباراة أنا شفت الشوط الأول ممتاز وبدون أخطاء تحكيمية. على حسب الشوط 20 دقيقة الأخيرة فريد بوساحية هو اللي علق، هو اللي قال لي باللي دار مباراة جيدة. لا لا الأسبوع هذا الحكام الدوليين في المحترف الأول أقول يعني كانوا في المستوى. إلى رابطة الهواة بعد الفاصل. في مجموعة وسط غرب الصراع كبير وكبير جدا بين رائد القبة وترجي مستغانم، جولة كانت في صالح الترجي الذي فاز في تيموشنت واستغل سقوط الرائد هناك في معسكر أمام الغالي. بالصور نبدأ مباشرة من مباراة غالي معسكر أمام رائد القبة، نتابع سوينا الملخص.
لقاء بعنوان تفادي الخسارة للبقاء مع كوكبة الصدارة، الغالي سعيا لتحقيق أغلى النقاط، والرائد بغية الحفاظ على الريادة ولو مناصفة مع ترجي مستغانم. شوط المباراة الأول لم يحمل في طياته الكثير سوى بعض المحاولات المحتشمة من قبل رفقاء مقراني وزملاء فتاش، ليتمكن الحارسان إبراهيم وشاوش من الحفاظ على نظافة الشباك إلى غاية نهاية المرحلة الأولى. الشطر الثاني من المواجهة جاء مغيرا وعرف إثارة من كلا الطرفين من خلال سلسلة المحاولات التي أهدرها العرب عماد الدين من جانب الغالي، والتي كان يرد عليها في كل مرة يحيى شريف من جانب الرائد. الدقائق الأخيرة من المباراة شهدت ندية كبيرة بعد ارتطام تسديدة يحيى شريف بالعارضة الأفقية لحارس الغالي، ليرد عليها رفقاء المتألق العربي صاحب هذه التمريرة التي افتتح إثرها فريفر مجال التسجيل. وكان ذلك قبل نهاية المواجهة بثلاث دقائق، قبل أن يشير الحكم عوين البطاقة الحمراء في وجه هداف اللقاء فريفر. محاولة الزوار للعودة في النتيجة باءت بالفشل، لتنتهي المباراة بتفوق الغالي بهدف دون رد، انتصار أبقى المحليين في الصف الثالث مع تراجع الضيوف إلى المركز الثاني بعد فوز ترجي مستغانم خارج القواعد. نور هو الذي كان حاضرا هناك في معسكر، بينما أمير بالقدوري تنقل إلى تيموشنت واستمتع بمباراة مثيرة وممتعة بين شباب عين تيموشنت والرائد ترجي مستغانم. وعاد إلينا بعد التقرير. ترجي مستغانم وعينه على الانفراد بالصدارة، حل ضيفا على شباب تيموشنت الراغب في التقدم في الترتيب العام. الزوار دخلوا مباشرة في صلب الموضوع بعد أن خضعت تسديدة صالحي الحارس حولي زكريا مفتتحا باب التسجيل عند الدقيقة الثامنة. رد أصحاب الأرض جاء سريعا عن طريق الهبيري لكن دون جدوى. محاولة المحليين تولت وكانت أخطرها تسديدة إتيم التي ردها القائم. الترجي وصل اعتماده على الهجمات المرتدة والتسديدات من بعيد على غرار كرة شوتي التي كانها الحارس حولي بالمرصاد، لينتهي الشوط الأول بتقدم الترجي بهدف واحد. المرحلة الثانية سارت على نهج سابقتها، والمبادرة كانت بواسطة رجل المباراة صالحي الذي كاد أن يضيف الهدف الثاني في هذه المحاولة. وعند الدقيقة 72 اللاعب نفسه يخاضع حارس الشباب مسجلا ثاني الأهداف. تأخر في النتيجة حاول الشباب تداركه، ورأسية أبو بكر تجد القائم أمامها مجددا، لينتهي هذا الحوار بثنائية مستغانمية دون رد، فوز سمح للترجي بالانفراد بالصدارة وبفارق 3 نقاط عن رائدي القبة. فارق 3 نقاط عن رائد القبة، الصراع والحسابات معقدة وسيبقى ربما سوسبنس إلى غاية الجولة القادمة واللقاء بين الناديين هنا في ملعب عمر بن حداد، ولكن لا يعني الشيء الكثير. صعيبة ما بين خاصة الجهة الغرب، وإن مستغانم استفاد بتنقل لتيموشنت وأخذ 3 نقاط، ثم القبة تعثر أمام غالي معسكر، كذلك غالي معسكر اللي يقترب ولو أنه يلعبكم كامل أوراقه رغم الله كامل أوراقه. هذا نظل أنه يعني ورقة الصعود راح تلعب حتى الجولة الأخيرة. سسبنس كبير ومن يصعد مبروك عليه، لأنه راح يكون زيادة في القسم الأول خاصة عنده يصعب الاختيار. نعم يصعب الاختيار بين مدرسة كروية عريقة وبين الترجي اللي ضيع الصعود الموسم الفارط. نعم. في آخر جولة وفي كلا الفريقين عندهم جمهور من ذهب، راح يكون فائدة القسم. والله مع التغييرات التي ممكن أن تحدث في نظام المنافسة
صعود فريق واحد فقط هكذا هاسكريني قاسي شويه. لا قاسي ماشي شويه بزاف. على الاقل فريق ثالث بمباراه فاصله هو يحطوا ثلاثه يطلعوا ثلاثه كانت حلوه بزاف وما كانتش فيها يعني المشاكل يعني بكل صراحه. تاع يطلع فريق واحد في 16 فريق موسم باكمله وانت تجبد قادر يصعد واحد فرق الاهداف هنا 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 اللي صعب يعني انك تقبلها. نظام المنافسه يعني مجحف في حق كثير من الفرق وخاصة نعرف في المحترف في التاريخ في الوقت يعني جل الفرق لعبت في والفيفا تطالب بشبه محترفة حتى لما باش نطبق القوانين المحترف القسم الثاني لا يجب أن يكون هاوي يكون شبه محترف حسب قوانين الفيفا. إلى وسط شرق هناك فريق أولمبيك أقبو في عزف منفرد في ريادة الترتيب هذه المرة يعود بالزاد كاملا من بومرداس على حساب شباب برجمان. القدر تصين كان حاضرا هناك وعاد بتفاصيل المواجهة. قمة الجولة بين شباب برجمناي ضد المتصدر أولمبي أقبو أراد فيها أصحاب الأرض تقليص الفارق عن الأولمبي لكن فوق المستطيل الأخضر أمر آخر. الشوط الأول كان لصالح الزوار أولمبي أقبو الذين هددوا مرمى الحارس الشوشي في الكثير من المرات. بعدها زواري في الدقيقة 11 تمكن من تسجيل الهدف الأول لفريقه. ما تبقى من وقت الشوط الأول حاول أولمبي أقبو إضافة أهداف أخرى لكن من دون نتيجة. أما شباب برج منايل حاول بتعديل لكن كل فرصه مرت بدون خطورة لينتهي بذلك الشوط الأول بتفوق الضيوف بهدف دون رد. الشوط الثاني صار مثل الشوط الأول أولمبي أقبو دخل مسيطرا باللوناس يخفق أمام المرمى بعد هذه الفرصة الخطيرة. بعدها هجمة سريعة خاطفة من الشاب لباللوناس بدوره لحمق يضيف الإصابة الثانية للأولمبي. رد الشباب كان محتشما أما الأولمبي كاد يسجل أهداف أخرى لولا التسرع ونقص التركيز تارة وكذا براعة الحارس الشوشي الذي صد الكثير من الكرات. الدقائق الأخيرة لم تأتي بجديد يذكر بتفوق آخر لأولمبي أقبو خارج الديار بهدفين لصفر يبقيه دائما في صدارة الترتيب. الملاحق مولودية باتنا والآخر فاز يا جابري نامون ضد خميس خشنة طبعا هو ملاحق أولمبيك أقبو فارق 7 نقاط. الصور نتابعها بإذن الله في نشرة الأخبار. على الثالثة الإخبارية أولمبيك أقبو صراحة في موسم غير عادي بكل بساطة الصاعد الجديد وكأنه يملك خبرة سنوات طويلة في القسم الثاني. هو هذا لو باركور دو شامبيون هذا تاع أقبو تحس باللي بدا من الاداره بين بلي اداره محترفه لاعبين محترفين طاقم فني محترف يعرف البيت كاروف يعرف البيت كاروف. لما تشوف في الوقت الاحصائيه تلقى ب 19 جوله عنده 15 فوز يا كريم 3 تعادلات وانهزام واحد فقط في 19 جوله. هذا باركور تاع شامبيون ومولد ها الانتدابات في ميركاتو استخدم عبد الكريم زواري كان هداف هذه الجوله هذه كذلك حاكم عباس يعني فيه هناك لاعبين ممتازين حتى الطاقم الفني كاروف يعني اعطى اللمسه تاعو خاصه رغم انه الشيخ انني قريب شويه المحيط تاع مولوديه باتنا الاداره في مولوديه باتنا لن تترك الصعود بسهوله. ضيعت منعرجات كان لا يجب ان تضيعها خاصه يعني بميدانها خاصه به هي عندها هزيمتين فقط طيله الموسم لكن قال لك نلعبوا حتى اخر جوله. الصراع الان باين في وسط غرب ترجي مستغانم رائد القبة ووسط شرق أولمبيك أقبة وأقبو مولودية باتنا صراع كروي ممتع سنتابعه وسنسلط الضوء عليه في برنامج في التسعين وفي نهاية الموسم لا ندري مع من سنحتفل لا ندري هل سنتنقل إلى أقبو أو إلى باتنا أو مستغانم أو هنا قاعدة عاصمية مع رائد القبة لا ندري سكريني لا ما نعرفوش ما نبلش هذه كرة قدم قدم إلى آخر جولة إلى غاية آخر جولة تتضح الأمور. ذكريني بلغة الأرقام حتى نختم البرنامج لعبنا الجولة 20 شحال من هدف سجلنا 24 هدف في 8 مباريات في 8 مباريات شحال عندنا من بطاقة حمراء 3 بطاقات حمراء راجع حافظ دروسك جيدا. ضربات الجزاء ضربات الجزاء
لا وجود ولا ضرب جزاء. جولة غير عادية ما فيه ولا ضرب جزاء. صفر ضرب جزاء. قلت لك الأسبوع هذا في المحترف الأول أقول الدوليين كانوا في المستوى ما تنساش. لما علاش كان الاختيار في محله؟ كان كل مباراة عندها الحكم تاعها. أتمنى الأسابيع القادمة إن شاء الله. مع الإحصائيات خلي في التحكيم يا جابر. هي نكمل معك الإحصائيات يا جابر. هذا الانتظار خارج الضياع. نعم أهلي إنه نشوف عنده ورقة فيها. حضر لي كم ينبغي. لكن هرب لي بزاف تخلي بزاف في التحكيم. بعد الانتصارات خارج الضياع. عدد الانتصارات خارج الضياع 2. وين تنين؟ عدنا ها وين تنين؟ والفاق سطيف. والبيض مع الصورة. والبيض مع الصورة مع البيض. هذا ما كان. هذا ما كان. متأكد. أنا متأكد وما داش درك. وفاق سطيف فاز في تيزوزو اتحاد العاصمة وين فاز؟ ديتني قدر في تاع خدك مخطئ يا زكريبي. شباب الوزداد هو الذي استقبل. والله شوف لي يلعبوا هنا والله ما تحسبوك. لا 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 ولكن في زوج يلعبوا في خمسة جولات ولكن من استقبل؟ انا صح شباب الوزداد هو اللي استقبل. اثقل نتيجة اثقل مولودية. مولودية اي والله ذكرني بافضل هدف بليلي. لا لا ديب 11 هدف في المركز الثاني. نعيجي وبليلي. نعيجي وبليلي مع 10 اهداف. الممررين بليلي بتسعة وبشعيرة بثمانية. تيطراوي بستة. تيطراوي بستة هكذا. الهاتريك إلى حد الآن من سجل الهاتريك؟ بليلي. لا لا بليلي. لا لا بليلي سجل ثلاثية. نعيجي. لا نعيجي. في لاعب نسيتوه رائع يلعب في شباب قسنطينة مغرب الصعيد. لا 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 صغير مراوغ مالا سجل في وران طمين. سجل ثلاثية. سجل الهاتريك طمين. سجل ثلاثية. لا 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 هاتريك سجل هاتريك الثلاثية. يوسف بليلي من سجل ثلاثية أمام الاتحاد السوفي. تفق دربدي يقول لك يا زكريني ما راكش مراجع طبعا. هكذا بلغة الأرقام هي الجولة التي لعبنا إلى حد الآن. نذكر مشاهدينا الكرام بأنه المباراة مولودية الجزائر أو نجم بن عكن مولودية الجزائر يا مصطفى ما ستلعب في دار البيضاء يوم الأربعاء. الأربعاء إن شاء الله. يعني التذاكر كانت 30% لصالح المولودية والأخرى لنجم بن عكنون في ملعب الدار البيضاء. في أيضا تسويت الرزنامة لمباريات متأخرة وفي أيضا ندوة صحفية للناخب الوطني بيتكوفيتش ستكون هذا الأحد أمسية الأحد كما قلت في ملعب نيلسون مانديلا. سيتحدث فيها حتما عن خياراته التكتيكية وبالأحرى عن اختياراته وعن الدورة الدولية الودية. هذه أبرز المواعيد يا زكين. نذكر أيضا بمباراة اتحاد العاصمة مع من في منافسة كأس الكونفدرالية الأفريقية أيضا مع ممثل الكرة النيجيرية بعد القرعة التي جرت في مصر. مصر نعم نعم. يعني لو تشوف يعني التيراج وصول اللي حدث الطريق معبد لصالح اتحاد العاصمة ولو أنه بشرط أن يفوز مثل الكرة النيجيرية ما وسال يا جابر. لا صح صح حتى في الدور النصف النهائي نجوز الدور ربع النهائي وبعد ذلك إن شاء الله خير. مشكلة الاتحاد هو الغيابات الإصابات والغيابات. إن شاء الله يعود بالزازة يعود أيضا بالقاسمي ويعود أيضا آدم عليلات ويعود بشيطة إصابته نوعا ما معقدة ولكن بجرينتا هؤلاء الرجال بن شيخ يوصل التألق مع سيمبا التنزاني متأهل في كأس رابطة أبطال إفريقيا. أخرى أيضا ربما كريم نجم مقرى شباب الوزداد يوم الثلاثاء أيضا مهمة جدا في حسابات البقاء واللقب لا. أيضا هكذا هي المعطية يذكرني قلنا شيء في كل شيء في هذا العدد أعتقد. لا ما زال ما قلناش كل شيء ما قلناش كل شيء. وطارق مفليح لم ننسى طارق مفليح زميلنا وصديقنا وأخنا صحفي في التلفزيون الجزائري زاد عنده مزيون ورئيس تحرير برنامج في التسعير والمسؤول علينا زاد عنده مزيون تسمىها ريان ابن ألف ألف مبروك وشفاء العاجل للزوجة الكريمة وتاريخ القسم الرياضي كامل المحللين يستناو في الطمينة ما تنساش السبت القادم إن شاء الله. يا نوصلهم من دركا ماشي حتى بالك تنهض الزوجة إن شاء الله هي اللي تحضر بإذن الله ونقدموا تعازينا لحسين جناد الإعلامي توفى الأب نتاعو اليوم
رحمة الله عليه وقدموا لحسين جناد التعازي. تعازينا لزميلنا حسين جناد. مصطفى مازر كنا سعداء جدا بما قدمته في هذا البرنامج وتبقى دوما معنا في تقديم كل هذه المعلومات الفنية. شكرا لك. وأنا كذلك أود برش يعني نعزي حسين جناد على وفاة الوالد ديالو ربي يرحمه إن شاء الله يكون من أهل الجنة. وكذلك نبارك لأخونا طارق بوفليح على المزيود ديالو إن شاء الله الصحة للأم إن شاء الله كما قال زكريني طمينا إن شاء الله السبت الجاي. جابر تعودت أنه يكون مسك الختام مسكني يلا مسك الختام لك اليوم. مسك الختام طارق بوفليح مبروك لإزدياد الفراش تاعو بطفل سماه ريان. تعازينا لحسين جناد وكنت سعيدا بتواجد الشيخ مازا معنا اليوم. الشيخ زكريني ملح على برنامج أحبك في الله وأنا أحبك في الله. شكرا لكم سادتي على كل ما قدمتموه في هذا العدد. الشكر موصول لكل عمال الاستوديو رقمتين بقيادة المخرج ياسين السادات، في التنسيق إسلام مباركي، في رئاسة التحرير توفيق الدربال، وكالعادة المايسترو محمد ستول كان حاضرا بلمسته الفنية. شكرا لكم جميعا سادتي، يتجدد اللقاء معكم بإذن الله في قادم المواعيد.